أريد أن أستمع أيضا للدكتور سمير راغب، هو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية العربية للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور وصباح الخير. يعني صباح الفل، تسلم. كوريا الجنوبية في مصر اقتصاديا وسياسيا بحسب أيضا السفير عادل السلوسي الذي يعني أشاطره، هذا لقاء ليس اقتصادا فقط، وإن كان الاقتصاد يهيمن على مجريات الأمور بطبيعة الحال فهو المحرك والدفع الأهم حتى في بقية المجالات. كيف رصدت النشاط الذي تم بالأمس سواء في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكوري الجنوبي أو حتى من بثق بعده من لقاءات كان على رأسها يمكن لقاء مع دكتور مصطفى مدبولي وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها؟ لا شك ان ما نقدرش ان يعني ما فيش سياسه بتتحرك لا تبحث عن اقتصاد، وما فيش اقتصاد هيعيش بدون سياسه. الكلام مرتبط. يعني لو اتكلمنا اقتصاديا كوريا الجنوبيه الاقتصاد ال 13 في العالم، يعني هي حتى متقدمه ضمن مجموعه الدول ال 20. النموذج التجربة الكورية في حد ذاتها جاذبة لينا. يعني كوريا لما احنا على سبيل المثال، يعني لما احنا كنا بنصنع عربيات نصر السيارات والسيارات الملاكي، كانت كوريا بتصنع جرارات زراعية، يعني المراحل الأولى من تصنيع السيارات. دلوقتي طبعا يعني كوريا حدث ولا حرج على ما وصلت له في مجال صناعة السيارات، ولغاية يعني وقت قريب كانت السيارة الأكثر مبيعا في مصر الكوري قبل منافستها من الصين. فالتجارب اللي بتبقى زي كده، يعني احنا بنتكلم في يعني عمر تجربتنا تقريبا، يعني هم استقلوا في 48، يعني تقريبا قريبين من بعض في عمر الجمهورية عندنا. فبالتالي التجارب دي والرئيس دايما بيبحث عن التجارب اللي نقدر نستفيد منها، سواء يعني في تجربة الاقتصاد الكوري، التعليم الكوري، الصناعات المتطورة، التنوع الكبير في الصناعة. يعني الاقتصاد يكون متنوع في الصناعة، يعني ممكن يعني نفس الشركة بتعمل الكترونيكس وبتعمل دبابات، بتبني عمارات وبتعمل جامعات، شركة واحدة، يعني نفس الاسم التجاري. فكوريا المجالات بتاعتها احنا يعني مش هنقول محتاجينها، لكن مطلوب التعاون فيها. مجال التعدين، السكه، الحديد، توطين الصناعات الثقيله، توطين التكنولوجيا المتطوره وخاصه المتعلقه بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، سواء بالشق التعليمي اللي هي الجامعه الكوريه للعلوم والتكنولوجيا المتقدمه، او يعني نقل الخبره، او انها تدخل مع الحكومه بتاعتنا في موضوع الحكومة الذكية، واحنا خاصة بننقل للعاصمة الإدارية الجديدة، يعني محتاجين يعني فكرة نقل الخبرات للحكومة من خلال وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. طبعا سياسيا مصر دولة فاعلة في جميع دوائر انتمائها، سواء كانت في الدائرة الأفريقية، في الدائرة العربية، دولة مقر في جامعة الدول العربية. وطبعا العلاقات في أوروبا موجودة في الدائرة الأوروبية وخاصة الدائرة المتوسطية. والرئيس فاعل الحقيقة، ويعني لا توقف من الاتصالات واللقاءات في الأطراف الفاعلة. طبعا قضية شبه الجزيرة الكورية من القضايا المهمة بالنسبة لكوريا، واللي بتحتاج فيها دعم دائما من دوائر خارج، يعني الدوائر الطبيعيه ليها. يعني علاقتها بامريكا كويسه، علاقتها باليابان كويسه، علاقتها بدوائر كثيره. الحقيقه كوريا دوله فعاله، لكن في دائره اللي هي الدائره البعيده اللي هي احنا بنمثلها، واللي بنمثل جزء مهم من القوى الناعمه فيها، اللي هي سواء كان في افريقيا او في الدول العربيه. كل ده بيخلي العلاقة يعني واعدة في كافة المجالات الحقيقة، سواء كان ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية، الاقتصاد في تنوع الحقيقة في زي ما قلت، سواء كان في مجال ان تستفيد اقتصاديا وترويجيا كوريا الجنوبية من شركات مصر التي تعمل بالفعل في مشروعات بنية تحتية في قارة افريقيا، فتبقى الشركات بتاعتنا
بتسوق لقدرة كوريا على المشاريع، وخاصة مشاريع البنية التحتية، في مقدمتها السكة الحديد. السكة الحديد احنا دخلنا تطوير، ولسه كان قريب رئيس في أسوان بيفتتح وصول قطارات جديدة وأنظمة جديدة. طبعا كوريا الجنوبية واخدة جزء من تطوير الاشتراط السكة الحديد في مصر، وفي جزء من قطارات المترو من كوريا. يبقى احنا لما بنزيد التعاون في المجال ده، احنا لسه عندنا يعني لسه عندنا الخط السريع اللي هو القطار فائق السرعة لعين السخنة العالمين، عندنا اسكندرية أسوان، يعني لسه عندنا احنا تقريبا لسه ما بدأناش في المخططات الجديدة فيما يتعلق بسكة حديد جديدة. احنا الرئيس وضع على عاتقه وعلى كاهله ان هو يعني يحيي السكة الحديد اللي هي اتأثرت بشكل كبير، ويعمل عملية ريكريشن ليها، او اعادة يعني خلق من جديد للسكة الحديد بكل كافة انواع المنظومة. ففي جزء ممكن يستكمل مع تطوير المنظومة الموجودة، وجزء يدخل في المنظومات الجديدة. المجال التعدين، مصر من الدول الواعدة في التعدين، مجال المفاعلات النووية، يعتبر كوريا الجنوبية من أكثر الدول، أكثر دولة بتمسك اللي هو النيوكليير رياكتورز والتكنولوجيز اللي خاصة بيها. مصر مش هيكون يعني الضبع هو المفاعل النووي الأخير يعني، ومش هننتظر لغاية ما يعني ينتهي المفاعل ويعني ويشتغل ويتفاعل ونبني مفاعل آخر، ربما يكون في يعني أكثر يعني على التوازي أو على مراحل متتالية أن يبقى ندخل مجال المفاعلات النووية، لأن احنا في الطاقة وصلنا يعني ل 28 جيجا في الطاقة الكهربية المولدة، يعني من أكثر يعني انت عندك النهارده 53 جيجا تقريبا انتاج الطاقه في مصر. لا ده زياده عندنا. انا بتكلم على الاجمالي يعني، وصلنا ولديك فائض يمكن يعني يقترب من حوالي 20 جيجا. 20 جيجا يعني، وتصدر امر جدير ايضا بالرصد، ليس فقط الحديث عن كوريا الجنوبيه لكن عن مصر ايضا. اتفضل. ما هو ده بيخلينا احنا كمصر تحولنا الى دوله منتجه للطاقه. مزيج الطاقة بتاعنا عشان نقدر نحافظ على وجودنا في هذا السوق، لازم يبقى في جزء منه بالطاقة النووية، وجزء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وجزء منه من الهيدرو اللي احنا متفوقين فيه في محطات كهرباء السد العالي وخزان أسوان واحد وخزان أسوان اثنين وأسيوط، ويعني واللي هو ومع جريان النيل ممكن يعني بإضافة محطات مائية جديدة. المجالات، عدد المجالات، وان احنا الاشياء اللي احنا بنطمح في تطويرها موجودة. ان طبعا يعني قضية الارادة السياسية موجودة لدى الجانبين حقيقة، الدعم الشعبي موجود. يعني انا هتكلم على الجانب المصري، لكن لو كلمت على الجانب الكوري، الكوريين دايما كانوا بيجروا ناحيتنا، يعني هم اللي فتحوا القنصلية في 61 قبلنا، احنا حصلناهم في التسعينات. يعني هم اللي فتحوا السفارة وارتفعوا بتمثيل السفارة وجابوا السفير قبلنا. يمكن الخطوة اللي سبق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو سبق الزيارة يعني في الزيارة في وده كانت محطة مهمة للغاية. يعني الامر زي ما كنا بنقول جدير بالرصد. انا عايز اشكر حضرتك، يعني اتشرفت بيك يا دكتور سمير. دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا ليك.